حملات مكثفة يقوم بها مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب للتوعية بوباء الكوليرا والوقاية منه. محافظة مأرب تعد من المحافظات التي استطاع القطاع الصحي فيها مكافحة وباء الكوليرا قبل انتشاره، وشكل فرقا طبية متخصصة للنزول الميداني في كل مديريات المحافظة. ها هي اليوم محافظة مأرب بفضل الله عز وجل، بفضل جهود مكتب الصحة والسكان والمنظمات المانحة وزارة الصحة والسكان، تقوم بعملية التوعية من منزل إلى منزل. هذا المرض الفتاك الذي بحاجة إلى جهود جبارة في الميدان وفي المنزل وفي المرافق الصحية. الجهود لا تتعلق على وزارة الصحة أو مكاتبها أو على السلطات المحلية، إنما هناك جهود يجب أن تكون مشتركة بين المواطنين والسلطات المحلية على مستوى المديريات والمرافق الصحية حتى تكلل هذه الحملة بالنجاح. الحملة التي دشنت اليوم تستهدف 31,000 منزل ب392 فريقا طبيا. تنطلق هذه الفرق إلى كل المنازل حتى تشمل جميع الناس في التوعية. كل حالات الإصابة بوباء الكوليرا خرجت متعافية بحسب مدير عام الصحة هنا. الهدف من هذه الحملة هو التوعية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع حتى نتفادى هذا المرض الخطير الذي فتك بالكثير. بفضل الله عز وجل كان لمكتب الصحة والمكاتب التي شاركتنا مثل مكتب البيئة ومكتب المياه الجهود كبيرة جدا في تراجع المنحنى الوبائي بالمحافظة. أملنا بعد الله عز وجل ثم جهود الأخوة العاملين في هذه الحملة أن تغطي جميع المنازل، تصل إلى جميع المواطنين. المنظمات الدولية والمحلية التي تتلقى دعما من الأمم المتحدة ومن الدول المانحة لم تقم بعملها في التوعية ومساعدة المصابين بوباء الكوليرا. خليل المليكي، سهيل